The reality and the record. الأرشيف والواقع. لكل نزيل في محطة استقبال اللاجئين حكايتان، واحدة واقعية وأخرى أرشيفية. الحكايات الأرشيفية هي الحكايات التي يرويها اللاجئون الجدد من أجل الحصول على حق اللجوء الإنساني، وتدون هذه الحكايات في دائرة الهجرة وتحفظ في ملفات خاصة. أما الحكايات الواقعية فتبقى حبيسة في صدور اللاجئين ليعتاشوا على ذكراها بسرية تامة. لكن هذا لا يعني أنه يمكن التمييز بسهولة بين حدود الحكايتين، فقد تختلطان ويصبح التمييز بينهما مجرد محاولة عبثية. قبل يومين وصل لاجئ عراقي جديد إلى مدينة مالمو جنوب السويد، رجل نحيل في نهاية الثلاثين من العمر. أدخل إلى محطة الاستقبال وأجريت له بعض الفحوصات الطبية، ثم أعطوه غرفة وسريرا ومنشفة وشرشفا وصابونة وملعقة وشوكة وسكينا وقدرا لطبخ الطعام. يجلس الرجل اليوم أمام موظف دائرة الهجرة يروي حكايته بسرعة غريبة، بينما موظف الهجرة يطلب منه أن يبطئ السرد قدر المستطاع. أخبروني أنهم باعوني إلى جماعة أخرى، كانوا فرحين جدا، ظلوا طوال الليل يشربون الويسكي ويضحكون حتى أنهم دعوني لمشاركتهم الشرب. اعتذرت أنا وأخبرتهم بأنني رجل ملتزم بدينه. اشتروا لي ملابس جديدة وطبخوا لي في تلك الليلة دجاجة، وقدموا لي الفواكه والحلويات. يبدو أن ثمني كان جيدا، حتى أن قائد المجموعة سكب دموعا حقيقية عند توديعي، عانقني مثل أخ. أنت رجل طيب للغاية، أتمنى لك كل الخير والموفقية في حياتك، قال الرجل الأعور. أظن أنني بقيت مع الجماعة الأولى 3 أشهر فقط، وكانوا قد اختطفوني في تلك الليلة الباردة والمشؤومة. حدث ذلك في بداية شتاء 2006. تلقينا التعليمات بالتوجه إلى نهر دجلة. كانت هي المرة الأولى التي نتلقى فيها الأوامر مباشرة من مدير قسم الطوارئ في المستشفى. عند ضفة النهر كان رجال الشرطة يحيطون ب6 جثث من دون رؤوس، وكانت الرؤوس قد وضعت في شوال طحين فارغ أمام الجثث. خمن رجال الشرطة بأنها جثث لرجال دين. كنا قد تأخرنا في الوصول بسبب الأمطار الشديدة. كدس رجال الشرطة الجثث في سيارة الإسعاف التي يقودها زميلي أبو سالم، وحملت أنا إلى سيارتي شوال الرؤوس. كانت الشوارع خالية، ولم يكن يخرق سكون ليل بغداد الموحش سوى أصوات رصاص في البعيد وصوت طائرة مروحية أمريكية تدور فوق المنطقة الخضراء. انطلقنا عبر شارع أبو نواس باتجاه شارع الرشيد. سرنا بسرعة متوسطة بسبب الأمطار، فعند حمل جريح أو مريض يحتضر تصبح سرعة سيارة الإسعاف الدليل على المسؤولية الإنسانية، أما حمل الرؤوس المقطوعة في سيارة إسعاف فلا يحتاج إلا إلى سرعة عربة موتى تجرها البغال في غابة مظلمة من القرون الوسطى. هذا ما كان يردده علينا مدير شعبة الطوارئ في المستشفى، وهو رجل كان يعتبر نفسه فيلسوفا وفنانا، لكنه ولد في البلد الخطأ على حد قوله. مع ذلك كان يحترم عمله ويعتبره من الواجبات المقدسة. فإدارة قسم سيارات الإسعاف في شعبة الطوارئ تعني إدارة الخط الفاصل بين الحياة والموت. ومن جانبنا كنا نطلق عليه الأستاذ، أما الآخرون فكانوا يكرهونه وينعتونه بالمجنون، وأنا عرفت سبب الكر، فكلامه الغامض والعدائي جعله رجلا معقدا في نظر الآخرين، غير أني كنت أكن له الكثير من الاحترام والمحبة بسبب حديثه الجميل والشيق. قال لي مرة أن دم المسفوك والخرافة هما أصل العالم، أما الإنسان فهو ليس الكائن الوحيد الذي يقتل من أجل الخبز أو الحب أو السلطة، فالحيوانات في الغابة تفعل ذلك بشتى السبل، لكنه الوحيد الذي يقتل بسبب الإيمان. وغالبا ما كان يختم حديثه بجملة مسرحية وهو يشير بيديه إلى السماء. لا يمكن حل قضية الإنسان إلا بالرعب المتواصل. كان زميلي أبو سالم يأخذه الظن بأن الأستاذ على علاقة بالجماعات الإرهابية بسبب عنف كلامه، لكنني كنت أدافع عنه بإخلاص. فهذا الرجل الذي يجهلون هو فيلسوف يأبى أن يطلق المزح السخيفة كما يفعل طوال النهار سائقو سيارات الإسعاف الحمقى. كنت أحفظ كل جملة وكلمة
يقولها، فأنا كنت أسير محبته والإعجاب به. أعود إلى تلك الليلة الملعونة عندما انعطفنا باتجاه جسر الشهداء. انتبهت إلى اختفاء سيارة الإسعاف التي يقودها أبو سالم، ثم لمحت في المرآة الجانبية سيارة شرطة مسرعة تلحق بي. ركنت السيارة بدوري على جانب الطريق وسط الجسر. ترجل من سيارة الشرطة 4 شبان ملثمين يرتدون زي قوات الشرطة الخاصة. أمرني قائد المجموعة بالترجل من السيارة وهو يوجه مسدسه في وجهي، بينما أخذ رفاقه الآخرون بإنزال شوال الرؤوس من سيارة الإسعاف. لقد اختطفت وهم سيقطعون رأسي. كان هذا أول ما فكرت به حين كبلوني وحشروني في صندوق سيارة الشرطة. احتجت إلى 10 دقائق فقط لإدراك حقيقة ما ينتظرني. قرأت آية الكرسي 3 مرات في ظلام الصندوق. شعرت بأن جلدي أخذ يتشقق. لا أدري لما فكرت في تلك اللحظات المظلمة في وزن جسمي، ربما 70 كيلو. كان رعبي يزداد كلما أبطأت سيارتهم أو انعطفت، وحين تعاود الانطلاق بسرعة كان ينبض في إحساس غامض هو مزيج من الطمأنينة والقلق. ربما فكرت حينها بحديث الأستاذ عن علاقة السرعة بالاحتضار. لم أفهم ما الذي كان يعنيه بالتحديد. كان يقول إن من يحتضر في غابة يشعر برعب أشد من الذي يحتضر داخل سيارة إسعاف مسرعة، لأن الأول يشعر بأن الزمن قد انفرد به، بينما يخيل للثاني بأن هناك من يتضامن معه. أكيد إنه وهم الهروب بعكس الاتجاه. أذكر أيضا أنه أعلن مبتسما: أتمنى احتضارا داخل مركبة فضائية تسير بسرعة الضوء. خيل إلي أن جميع الجثث المجهولة والمشوهة التي حملتها في سيارة الإسعاف منذ سقوط بغداد كانت أمامي. ثم شاهدت الأستاذ في الظلام الذي يلفني حاملا رأسي المقطوع من كومة نفايات، بينما يطلق زملائي مسحة داعرة عن حبي للأستاذ. أظن أن سيارة الشرطة لم تقطع مسافة طويلة قبل أن تتوقف عن السير. في كل الأحوال هم لم يخرجوا من المدينة. حاولت أن أتذكر سورة الرحمن، لكنهم أنزلوني وقادوني داخل بيت كانت تفوح منه رائحة السمك المشوي. ووصلني بكاء طفل، فك الرباط عن عيني ووجدت نفسي في غرفة باردة وخالية من الأثاث. ثم انهال علي بالضرب المبرح 3 أشخاص مجانين، وبعدها ساد الظلام من جديد. خيل إلي أنني سمعت صياح ديك أول الأمر. أغمضت عيني لكنني لم أتمكن من النوم. كنت أشعر بألم حاد في أذني اليسرى. انقلبت بصعوبة على ظهري وزحفت باتجاه الشباك الذي كان قد سد بالطابوق حديثا. كنت أشعر بعطش شديد. كان من السهل التكهن من أنني داخل أحد بيوت الأحياء البغدادية القديمة. كان الأمر واضحا من طراز بناء الغرفة، خاصة من باب الخشب القديم. في الحقيقة لا أعرف ما الذي يهمكم بالتحديد من تفاصيل قصتي كي أحصل على حق اللجوء في بلدكم. أنا أشعر بصعوبة بالغة في وصف أيام الرعب تلك، لكنني أريد أن أذكر بعض الأمور التي تهمني أيضا. كنت أتصور أن الله ومن بعده الأستاذ لم يتخلى أبدا عني طوال محنتي. كان الله حاضرا بقوة في قلبي يروي طمأنينتي ويدعوني إلى الصبر، وكان الأستاذ يشغل ذهني ويخفف عني وحشة الأسر. كان عزائي وسلوتي. كنت أفكر طوال تلك الأشهر العصيبة بما قاله الأستاذ عن صديقه المهندس داود. ما الذي كان يعنيه بأن العالم موصل بعضه ببعض؟ وأين قدرة الله ومشيئته في مثل هذه الأمور؟ شربنا الشاي في باب المستشفى عندما قال الأستاذ: حين كان صديقي داود يقود سيارة العائلة في شوارع بغداد، كان هنالك شاعر عراقي يكتب في لندن مقالا ناريا في مديح المقاومة، وعلى طاولته زجاجة ويسكي تعينه على قسوة القلب. ولأن العالم موصل بعضه ببعض بالأحاسيس والكلمات والكوابيس وبواسطة شرايين سرية أخرى، فقد خرج من مقال الشاعر 3 رجال ملثمين وأوقفوا سيارة العائلة، قتلوا داود وزوجته وطفله وأباه. أما الأم فكانت بانتظارهم في البيت. أم داود لا تعرف الشاعر العراقي ولا الرجال الملثمين. أم داود تعرف طبخ السمك
الذي كان ينتظرهم. نام الشاعر من شدة السكر فوق الكنبة في لندن بينما برد سمك أم داود وغابت الشمس في بغداد. فتح باب الغرفة الخشبي ودخل شاب طويل شاحب الوجه يحمل وجبة الفطور. ابتسم لي وهو يضع الطعام أمامي. ترددت أول الأمر بما يمكنني قوله أو فعله. ارتميت عند قدميه وتوسلت باكيا: أنا أب لثلاثة أطفال، أنا رجل متدين وأخشى الله، لا علاقة لي بالسياسة ولا المذاهب، الله يستر عليكم، أنا مجرد سائق سيارة إسعاف قبل السقوط وبعد السقوط، أقسم بالله ونبيه الكريم. وضع الشاب إصبعه على شفتيه وخرج منصرفا. لقد شعرت أن نهايتي قد حلت. شربت قدح الشاي وقمت للصلاة عسى أن يغفر الله لي ذنوبي. في السجدة الثانية شعرت بطبق من الجليد تكتسح جسدي وكنت أطلق صرخة جزع، غير أن الشاب فتح الباب. كان يحمل جهاز إضاءة صغير محمول على مسند وبرفقته صبي يحمل الكلاشينكوف. وقف المراهق إلى جانبي وهو يصوب السلاح إلى رأسي ولم يتحرك بعد ذلك من مكانه. دخل رجل بدين في الأربعين من العمر لم يلتفت لي، علق على الحائط لافتة قماش سوداء كتب فيها آية قرآنية تحث المسلمين على الجهاد. ثم دخل شخص آخر ملثم يحمل كاميرا فيديو وجهاز كمبيوتر صغير. دخل بعد ذلك صبي وهو يحمل طاولة خشبية صغيرة. دعبه الرجل الملثم عاركا أنفه وشكره، ثم وضع جهاز الكمبيوتر على الطاولة وانشغل بتثبيت كاميرته بمواجهة اللافتة السوداء. جرب الشاب النحيل تشغيل جهاز الإضاءة ثلاث مرات ثم انصرف. صاح الرجل البدين: أبو جهاد، أبو جهاد. أتى صوت الشاب من خارج الغرفة: فالدقيقة عيني أبو أركان. عاد الشاب هذه المرة وهو يحمل شوال الرؤوس الذي أخذوه من سيارة الإسعاف. سدت جميع أنوفهم بسبب عفونة الكيس. طلب الرجل البدين مني أن أجلس أمام اللافتة السوداء. أحسست أن ساقي قد شلت، لكن الرجل البدين سحبني من ياقة قميصي بعنف. عندها دخل رجل أعور آخر ضخم الجثة وأمر البدين بأن يتركني لحالي، وكان هذا يحمل في يده بذلة عسكرية. جلس الأعور قربي وهو يضع ذراعه حول كتفي مثل صديق وطلب مني أن أهدأ. أخبرني بأنهم لن يذبحوني إذ تعاونت معهم وصرت طيب القلب. لم أفهم جيدا معنى طيب القلب. أكد لي بأن الأمر لن يستغرق سوى بضع دقائق. أخرج الأعور من جيبه ورقة صغيرة وطلب مني أن أقرأها، بينما قام الرجل البدين بإخراج الرؤوس المتعفنة وقام بصفها أمامي. كان مكتوبا في الورقة بأنني ضابط في الجيش العراقي وأن هذه الرؤوس هي لضباط آخرين، وكنت قد قمت برفقة زملاء الضباط بمداهمة البيوت واغتصاب النساء وتعذيب المواطنين الأبرياء، وكنا نتلقى الأوامر بالقتل من ضابط كبير في الجيش الأمريكي مقابل مكافآت مالية كبيرة. طلب مني الأعور أن أرتدي البذلة العسكرية. أمر المصور الجميع أن ينسحبوا إلى خلف الكاميرا، ثم تقدم مني وأخذ يعدل رأسي مثل ما يفعل الحلاق. بعدها عدل صف الرؤوس ثم عاد خلف كاميرته وصاح: تفضل. كان صوت المصور من أكثر الأصوات ألفة على أذني، ربما كان يشبه صوت ممثل شهير أو كأنه صوت الأستاذ حين يجهد نفسه في التحدث بهدوء مصطنع. بعد تصوير شريط الفيديو لم ألتقي بأفراد الجماعة أبدا عدا الشاب الذي كان يجلب لي الطعام، وكان هذا يمنعني من طرح أي سؤال. وفي كل مرة يأتي لي بالطعام يلقي علي مسحة جديدة عن الساسة ورجال الدين. كانت أمنيتي الوحيدة أن يسمحوا لي بالاتصال بزوجتي. كنت أخبئ بعض النقود لليوم الأسود في مكان لا يخطر على بال الجن نفسه، لكنهم رفضوا ذلك بشدة. أخبرني قائد المجموعة الأعور أن كل شيء يتوقف على نجاح شريط الفيديو، وقد تحقق ذلك فعلا بسرعة كبيرة أدهشت الجميع. لقد عرضت قناة الجزيرة شريط الفيديو، سمحوا لي بمشاهدة التلفزيون وكانوا ينطون يومها من الفرح، حتى أن الرجل البدين قبلني من رأسي وقال أنني ممثل عظيم. وقد أثار غضبي مقدم الأخبار في قناة الجزيرة الذي أكد للمشاهدين بأن القناة تأكدت عبر مصادرها الموثوقة من صحة الشريط وبأن وزارة الدفاع اعترفت باختفاء الضباط. بعد نجاح عرض الشريط أخذوا يعاملونني بطريقة كانت أكثر من جيدة. اعتنوا بطعامي وفراشي ونومي
وسمحوا لي بالاستحمام حتى توج تكريمي في تلك الليلة التي باعوني فيها للجماعة الثانية. دخل الغرفة ثلاثة رجال ملثمين من تلك الجماعة، وبعد أن ودعني الأعور بحرارة انهال علي الرجال الجدد بالضرب، ثم كبلوني وكمموا فمي وحشروني داخل صندوق سيارة. انطلقت بسرعة مرعبة. قطعت سيارة الجماعة الثانية مسافة طويلة هذه المرة، ربما وصلنا أطراف بغداد، فقد أنزلوني في قرية موحشة تسرح فيها الكلاب وتعوي في كل مكان. حبسوني في زريبة أبقار، وكان هناك رجلان يتبادلان حراسة الزريبة ليل نهار. لا أعرف لما عمدوا إلى تجويعي وإذلالي. كانوا يختلفون تماما عن الجماعة الأولى، وكانوا ملثمين طوال الوقت ولم يتكلموا معي، وكانوا يتفاهمون فيما بينهم بالإشارات، بل لم يكن هناك أي صوت بشري يسمع من القرية سوى نباح الكلاب طوال الشهر الذي قضيته في الزريبة. كانت الساعات تمر ثقيلة ومضجرة. كنت أتمنى أن يحدث أي شيء بدل هذا السجن المؤبد مع ثلاث بقرات. توقفت عن التفكير بهؤلاء الناس وإلى أي طائفة أو حزب ينتمون، ولم أعد أندب حظي. كنت أشعر بأنني قد عشت ما يحدث لي في زمن ما، وأن هذا الزمن مجرد برهة لن تدوم طويلا. لكن الإحساس بهذا الزمن هو الذي يصنع البطء والدوار. لم يعد يخطر ببالي محاولة الهرب أو سؤالهم عما يريدون مني. لقد شعرت أنني أقوم بمهمة ما، واجب قسري علي أن أؤديه حتى النفس الأخير. ربما هناك قوة خفية تكاتفت مع قوة بشرية للقيام بلعبة سرية أهدافها أكبر من أن يتخيلها رجل بسيط مثلي. لكل إنسان واجب شعري وآخر إنساني، كان الأستاذ يقول. لكن إن كان ذلك صحيحا، كيف لي أن أميز وهكذا بسهولة بين حدود الواجب الإنساني والآخر الشعري؟ فأنا أفهم مثلا أن العناية بزوجتي وأطفالي هي من الواجبات الإنسانية، وأن رفض الكراهية هي من الواجبات الشعرية. لكن لما كان الأستاذ يقول أننا نخلط بين الواجبين ولا نعترف بالشق الشيطاني الذي يوجه كل الواجبين؟ فالواجبات الشيطانية هي القدرة على الوقوف في وجه الإنسان حين يوجه إنسانيته، أو حتى الشعر المتطرف صوب الهاوية. وكان هذا كثيرا جدا على عقل رجل بسيط مثلي أكمل دراسته المتوسطة بمشقة كبيرة. على كل حال، أظن أن ما أقوله لا علاقة له بطلب اللجوء، فما يهمكم هو الفزع. ولو كان الأستاذ حاضرا لقال بأن الفزع يكمن في أبسط الألغاز التي تلمع في نجمة باردة في سماء المدينة. أخيرا دخلوا الزريبة بعد منتصف الليل. قام أحد الملثمين بفرش زاوية في الزريبة بالسجاد الفاخر، ثم قام زميله بتعليق لافتة سوداء مكتوب عليها جماعة الجهاد الإسلامي في العراق. بعد ذلك دخل المصور مع كاميرته، وقد بدا لي أنه مصور الجماعة الأولى نفسه. كانت حركات يديه شبيهة بحركات المصور الأول. الفارق الوحيد أنه يتفاهم الآن مثل الآخرين بالإشارات. طلبوا مني أن أرتدي دشداشة بيضاء وأجلس أمام اللافتة السوداء. قدموا لي ورقة وأمروني أن أقرأ ما فيها، أي أنني أنتمي إلى جيش المهدي، وأنني ذباح شهير، وقمت بفصل مئات الرؤوس من رجال السنة، وبأننا نتلقى المساعدات من إيران. وقبل أن أنهي القراءة صدر عن أحد البقرات خوار عالي. طلب المصور أثره أن أعيد القراءة. أخرج أحد الرجال البقرات الثلاث كي نكمل تصوير مشهد الزريبة. أدركت فيما بعد أن جميع الذين اشتروني كانوا ينقلونني عبر الجسر نفسه، ولا أعرف السبب. جماعة تعبر بي من جسر الشهداء صوب الكرخ، ثم الجماعة التالية تعود بي عبر الجسر نفسه إلى الرصافة. أظن أن قصتي لن تنتهي بهذه الطريقة، وأخشى أن تقولوا كما قال الآخرون عن حكايتي. يبدو لي أن من الأفضل أن أختزل لكم الحكاية بدلا من أن تتهموني باختلاقها. باعوني إلى جماعة ثالثة. عبرت السيارة بسرعة جسر الشهداء مرة أخرى. نقلت إلى بيت فاحش الثراء، فقد كان سجني هذه المرة في غرفة نوم مزودة بسرير مريح وجميل من تلك التي نشاهد أبطال الأفلام يمارسون الجنس فيها. وتبخر الخوف من نفسي، وصرت أفقه فكرة الواجب الخفي الذي اختاروني له، وأنا قمت به لألا أخسر رأسي. لكنني فكرت أيضا بأن أختبر ردة فعلهم في بعض الأمور. فبعد تصوير فيديو جديد أتحدث فيه عن انتمائي إلى الجماعات الإسلامية السنية، وعن عملي في تفجير مساجد الشيعة وأسواقهم الشعبية،
طالبتهم ببعض النقود لقاء تصوير الشريط هذا. كان جوابهم الحاسم ضربا لن أنساه: طوال عام ونصف من رحلة اختطافي تنقلت من وكر إلى آخر. صوروا لي أشرطة فيديو أتحدث فيها عن انتمائي إلى الأكراد الخونة والمسيحيين الكفار وإرهابي السعودية والمخابرات السورية البعثية وإلى حرس ثورة إيران المجوسية. في هذه الأشرطة قتلت واغتصبت وأحرقت وفجرت وقمت بجرائم لا يتصورها عاقل. جميع أشرطة الفيديو هذه عرضتها فضائيات العالم، وجلس خبراء وصحفيون وساسة يناقشون ما قلته وفعلته. أما الحظ السيء الوحيد الذي صادفنا كان عند تصوير الفيديو الذي أظهر فيه كجندي إسباني يسلط أحد رجال المقاومة سكينا على رأسه ويطلب من القوات الإسبانية الانسحاب من العراق. لقد رفضت جميع المحطات الفضائية بث الشريط، فالقوات الإسبانية كانت قد غادرت البلاد قبلها بعام، وكنت أدفع ثمنا باهظا على هذه الغلطة. فتلك الجماعة أرادت ذبحي انتقاما لما حدث. لكن من أنقذني كان المصور الذي اقترح عليهم فكرة رائعة أخرى كانت النهاية لأدواري الفيديوية. ألبسوني زيا للمقاتلين الأفغان وشذبوا لحيتي، ثم وضعوا على رأسي عمامة سوداء. وقف خلفي خمسة وجاءوا بستة رجال يصرخون ويستغيثون بالله ونبيه وآل بيته. ذبحوهم أمامي مثل الخراف، وأنا أعلن بأنني الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، كما هددت الجميع من دون استثناء. في ساعة متأخرة من الليل جلب لي المصور ثيابي القديمة، ثم قادني إلى سيارة الإسعاف الواقفة أمام الباب. وضعوا تلك الرؤوس الستة في شوال وألقوه في السيارة. في تلك اللحظات راقبت حركات مصور الفيديو وأيقنت من أنه مصور الجماعات كلها، وقد يكون الرأس المدبر لهذه اللعبة الرهيبة. جلست خلف مقود سيارة الإسعاف بيدين مرتجفتين، ثم أصدر المصور الأمر من خلف لثامه: أنت تعرف الطريق عبر جسر الشهداء إلى المستشفى. أنا أطلب اللجوء في بلدكم بسبب الجميع، كلهم قتلة ومتآمرون، زوجتي وأولادي وجيراني وزملائي والحكومة والصحف وحتى الأستاذ الذي كنت أعتبره ملاكا وعندي شكوك بأنه مصور الجماعات الإرهابية. لم يكن كلامه الغامض سوى دليل على تواطئه وقذارته. لقد قالوا جميعا إن غيابي عن العمل لم يستغرق عاما ونصف العام، فقد عدت في الصباح من عملي في تلك الليلة الماطرة، والأستاذ الشرير قال في ذلك الصباح: العالم مجرد حكاية دموية افتراضية، ونحن كلنا قتلة وأبطال، وهذه الرؤوس الستة لا يمكنها أن تكون الدليل على ما تقول، كما ليست بالدليل على أن الليل لن يخيم في المساء. بعد 3 أيام من تدوين هذه الحكاية في إرشيف دائرة الهجرة، أدخل صاحبها إلى مستشفى الأمراض النفسية، وقبل أن يهم الطبيب بسؤاله عن بعض ذكريات طفولته، لخص سائق سيارة الإسعاف حكايته الواقعية هذه المرة بكلمتين: أريد أن أنام، قالها بتوسل ومذلة.